رح نتابع محطاتنا والجون صار موجود معنا باستوديو على يوتيوب. اليوم الفيديوز اللي مجمع لنا اياهم جون كلهم عن النعس او عن لا النوم. لا لا هو اللي يمكن اللي نعسان هو مش فايق يلا جون في حبيبي اجى الاوتوكار ولا الاحد ما بيجي الاوتوكار يا ريت اجى الاوتوكار عن جد ما هيك جيت بالاوتوكار وما سقت انت طفيت الالارمات كلهم ايه وطفى الارم الاحد خلاص الارم الاحد وبعدين بونجور اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا كنت مسافره ايه مزبوط تركتينا وفيلي تركتينا مع جوزيف حبيبي زوزو بس انا عم شوف بناتي وما لي قلب تتركهم اتركهم كذا بس انه ماشي الحال كيف كانت سليتي كله تمام حبيباتي ايه الحمد لله هني لقيتي لنا شيء جديد على يوتيوب شو في شيء ترند جديد طالع اما لا لا هلا اللي عم لاحظه كثير بلبنان قلت لهم البلاك فرايداي هو الترند ايه هيدي الترند عندنا الجديده هيدي نحن كل شيء بناخده للاكستريم ناخده هلا يعني مبدئيا بلاقي بعد سنه سنتين ثانكس جيفينغ بنصير نعيده نحن بالبلد كمان لانه كل التقليد عم ناخذهم يعني وشيء منيح هلا مهم ناخذ اشياء الاشياء الحلوه يعني احتفالات وهيك قصص مهضومه ايه. حسومات ايه بس اوقات ما نروح فيها للاخر يعني بناخذها وبنعيشها قلت لهم بلاك ساندي بلاك فرايداي بلاك ويك اند بلاك ويك جمعه كله انه ضروري بلاك طب ما نحن اوريدي عندنا الاسود اوريدي طالع من عيوننا بقصه قطعات الكهرباء انه يعملوا لنا اياه وايت مثلا وايت ويك اند وايت ايه هاي فكره هاي فكره لازم نعملها وايت بنزيد عليهم المصاري للناس ايه يعني بزيد 30% سعر للشغله زيدك لا دخيلك بلا ما تعطيهم افكار ما انا ما بدنا هيك افكار اليوم رح نحكي تشايلد بروديجيز بينقال يعني ولد بيكون شاطر عنده موهبه بتعرفي مكتشفها من هو صغير وبيشتغل عليها انت بتامني بالحدا يكون عنده بيخلق مع موهبه أكيد. او بتامني الشخص مع التدريب بيصير معه موهبه لا الموهبه بتخلق يعني مثل ما واحد بيخلق فيها بيخلق بتقول عن جد موهبه من الله بس حتى الموهبه نفسها اذا واحد ما مررها ممكن كمان هيك شوي تضيع يعني مع الوقت بس الموهبه موجوده بالدرجه الاولى في ناس بيمرنوا بيصير عندهم مش بس بيصير عندهم موهبه بيصير عندهم قدرات بصير عندهم هيك بيرفورمنس اذا وكل ولد موهوب كل شخص عنده موهبه اما في ناس ما عندهم موهبه لا انا بلاقي كل شخص عنده موهبه لانه كل شخص فينا عنده نقطه قوه سو هيدي الشيء موجود بكل بداخل كل شخص فينا عن جد نبلش معه الفيديو يلا نهبل
كثير كثير مهضوم وهيك عايشها للاخر. وحتى هيك هلا بنعرف اكيد عن جد في كثير فنانين وموسيقيين ومؤلفين حتى كبار وعظماء يعني حتى رحلوا، بنعرف انه بلشوا يعزفوا بعمر كثير صغير. على عمر صغير هن ببلشوا يعني هم 4 سنين كمان فيها شغل يعني. ايه نحن كمان عماد كان هون مدير المسرح عندنا ايه عنده ذات الموهبه. لا بس نفس الموهبه بس ما اشتغل عليها. كان اصغر بعد عماد لما كان هيك يدق. بس بتعرف كنا كل وقت نسحب منه البيانو لانه كل وقت يجيب معه البيانو يطلع ضجه باك ستيج. ايه قلنا له خلص وقف بقى مش ما قدر يكفي التمرين، خربت راحت هالموهبه عنده. انت شفت الولد الصغير هذا المهضوم اللي عم بغني كله نال الوطن؟ لا ما شفت، بدي افرجيك الفيديو هلا بعد شوي. ما معقول شو مهضوم، عمره شي سنه يمكن عم بغني كلنا للوطن. لا ما حضرته، ما حضرته مهضوم. لا لازم نحضره. نكمل مع تاني فيديو يلا. قابت عنه عن جد سبحان الله عن جد. بس واحد يشوف يعني ما عمره 3 سنين يمكن اقل حتى اكيد صح. وشوف بيو اللي واقف وراه، هو عامل مايسترو يعني، هو المايسترو لهالطفل فظيع. بيعجز اللسان عن جد. نو كومنت يعني عن جد بتشوفي هيك قصص بتصير، ما عندي كومنت تقولي يعني عن بيقول واحد بس سبحان الله عن جد هيدي موهبه ونشغلي عليها دغري. هو هالقد عنده استعداد، هو عم بيقود الاوركسترا. وصعبه هي يعني اللي بيلعب درامز وبيعرف انه فيها افار حدا افار فيزيك فيها يعني كمان، وبتشوفي كيف ساحب عن جد. ما معقول، فظيع فظيع عن جد. كمل مع تريد يلا نهدر. Ooh.
عن جد سبحان الله، واحد ما معقولة. هن شوف كيف مش مصدقين يعني بتالنت شو عم يطلعوا، انه مش ما معقولة انه عم يشوفوه قدامهم. نحن جربنا نبلشها الفيديو وقت بلشناها، وقت تبلش تغني، بس وقت تشوفي انت يطلع لك الرياكشن، حدا يطلع على ستيج ما بتكوني ضاربة حساب انت انه يطلع لك هيك تالنت. يعني كثير قليل يطلع لك، وكمان بدك تعرفي بالتالنت شو هون اللي عم نحضره نحن يكونوا قاعدين كل النهار، في عندك فوق ال 5000 واحد عم يقطع. ايه. بدك تقولي من كل شيء. يعني عم يقطع تالنتس حلوين، عم يقطع اولاد صغار مقتنعين انه صوتهم حلو، عم يقطع اولاد ناس كبار مقتنعين انه صوتهم حلو. ليجيك هيدي يعني نحن بنحضره للشو بساعه، كنا عم نلخص بركي 3-4 ايام من كل الناس اللي قطعوا واللي شفناه. يعني لا، واللي بيسمع حتى من دون ما يشوفها بالاول بفكر انه سوبرانو. صح يعني صح صح. سوبرانو مخضرمه وانه كبيره وعم تغني بهال، بسم الله ما رمشت يعني. وحتى هني قديش منفعلين وعم بيطلعوا فيها مش مصدقين ولا رمشت. ما معه سبحان الله. يعني اللي ما مثل ما قلت اللي ما بيطلع على التي في ما بيعرف انه ولد ابدا. هيدي كانت يعني طب نفس الشيء كمان هني عم بيقولوا يعني شيء ما بيتصدق انه شو واحد شو بده يعلق. صح صح هي اكزاكتلي. بنكمل مع اخر يلا Allman Brothers Jessica. Old, I used to take scotch tape and see how far I could stretch my face. That's what I did when I was 10. All right, so you have an original song you're going to play, right? Uh-huh. You're going to head over there and play it for us? Yeah. All right, sure. Brandon, thanks. عن جد من كل الآلات الموسيقية. يعني هون عم شوف مش بس انه واحد بيعتبر انه عم يعزف، وفي كمان اداء في روح معه. صح مش واحد صح بس عم بيسمع صح درسه. يعني حتى هون يعني كمان مع ألن انه بتاخذي فيه، وكمان عم بتقول له كل شوي عم تعطيه غنية وعم يعزفها هو. عم صح إيه اول فترة عم تعطيه بتشوفه عم بيعيشها للغنية.
ما بعرف بيصير بيقولوا لك يعني بيصير هو والاله شخص واحد هيك بيقولوا لك يعني حتى على البيانو وقت حضرنا اول فتره كمان بتشوفها قد ايه منفعل مع مظبوط عايشه على الاخر ومع الدرامز كمان كان منفعل معهم يعني كان كمان مندمجين بالجو تبعها يعني ما فيك وحتى لما وقع الباتو من ايده يعني دغري ولا في شيء وقفه دغري بيو اكيد هذا اللي قاعد وراه وهالقد عم يشجعه ايه دغري وسحب له الباتون على طي وكفى ولا كانه صار شيء يعني انه مش انه يمكن حيلا حدا كبير يمكن كيتلبك اذا وقع على الباتون لا ولا شيء سحبه وكفى والاوركسترا وخلص وهن ماشيين وراه هو عم يطلع فيهم هن عم يطلعوا فيه ابدا يعني حتى هي يعني بتعرف في عندي كوليد صغار هلا وقتها يطلعوا على ستيج بيجي ناس عندك على البيت بيستحوا كيف كولد عنده قدامه 10000 شخص عم يحضروا يعني على السيمفوني كلها كمان بدك تقولي وما ما استحى كمل عمل اللي بده أبداً يعني ابدا هيدي كمان اتس كورج كمان للولد اللي عمله اكيد هالحلقه لليوم حبيتيها كمان ايه حلوه كثير فظيعه عن جد يعني واحد بيقول عن جد سبحان الله وحلو كثير هالمواهب اللي شفناها قدامنا وبنعرف انه كل واحد بحس انه حيلا شغله موجوده عند اولادهم شو ما كانت الموهبه شو ما كانت اللي هيك النقطه القوه اللي موجوده عندهم لازم يشجعوها لازم تتطور صح واكيد يدعموها يعني حتى بنتذكر نحن حتى يعني لما كانوا بتبلشوا جاكسون 5 مايكل جاكسون واز 5 كمان وقت اللي بلش كمان هالاسطوره اللي كمان هيك هيدا عايش جيلنا اذا فينا نقول يعني مايكل جاكسون بس اكيد فعلا بنشوف هون اكيد هيدا عنده مستقبل كثير كبير حاملينه قدامهم بقى برافو وبفشوا الخلق هيك خي صح ما في احلى من هيك مشاهد الصبح نحن رح نرجع نشوفك بعد أكيد. شوي اكيد بحلقه موسيقيه جيون بعد دقائق بيكون معنا الشيف محمد ورشه ملح وايضا على غير موجه خليكم معنا